هذا واعتبر مدوار أن الأطراف التي تنتقده تحاول الاصطياد في المياه العكرة واصفا إياهم بمن يرغبون في إيقاظ الفتنة. الناس راحت تدير في الفتنة، الفتنة نائمة نعل الله من أيقظها. حنا ما نشتح فتنة، حنا خاوة، حنا مسيرين صحفيين مناصرين، ما جيناش كرة القدم لعبة وفرجة. كرة القدم ما هيش هي الدم وسبان وتطيح قدر يعني وتوشي الناس في العرض تاعهم، لا أبدا.